ومن أصول العشرة في البيت إظهار المحبة قولاً وعملاً، وفعل ما يزيد المحبة. الإنسان في خلقته يحتاج إلى العاطفة، يحتاج إلى المحبة، فالزوج يحتاج أن تتحبب إليه زوجته، وأن تظهر له المحبة، وأن تظهر له المودة بقولها وفعلها كذلك. والزوجة كذلك تحتاج إلى أن تظهر لها المحبة بالقول والفعل. وينبغي على الرجال أن يتنبهوا لهذا، لأن طبيعة الرجل في الغالب لا تميل إلى الأقوال، لا تميل إلى اللسان، فيهمل بعض الأزواج حاجة امرأته إلى أن يظهر لها المحبة، وأن يكلمها بالكلام الطيب الذي فيه الحب والود. فهذه القضية من الأصول المهمة في العشرة بين الزوجين. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحب إليك؟ أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قيل: فمن الرجال؟ قال: أبوها. والحديث في الصحيحين. فانظروا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من أحب الناس إليه، قال عائشة، فأظهر حبه لعائشة رضي الله عنها أمام الناس. قيل: فمن الرجال؟ ما قال أبو بكر، قال أبوها، وذلك إظهارا لمحبته صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يظهر محبته بأعماله. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب، وأتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في. رواه مسلم في الصحيح. فعائشة رضي الله عنها وهي حائض تأخذ الإناء فتشرب، فتعطي النبي صلى الله عليه وسلم، فيأخذ منها الإناء الذي شربت منه. وليس هذا فحسب، بل يدير الإناء إلى الموضع الذي شربت منه، إلى موضع فمها رضي الله عنها وأرضاها، فيشرب من الموضع الذي شربت منه صلى الله عليه وسلم ورضي عنها. وتتعرق العرق، أي العظم عليه اللحم، تتعرق ثم تناوله للنبي صلى الله عليه وسلم، فيأخذه ويضع فمه على موضع فمها ويأكل منه. وفي هذا العمل إظهار عظيم للمحبة وإظهار عظيم للمودة. يشرب من الإناء وقد شربت منه، وليس هذا فحسب، بل يتعمد أن يضع فمه الشريف صلى الله عليه وسلم موضع فمها. انظر، لو أن الزوج فعل هذا مع زوجته، كم يدخل هذا السرور إلى قلبها، وكم يجعلها تزداد محبة له. كذلك في الطعام، يتعرق النبي صلى الله عليه وسلم العرق في الموضع الذي تعرقت منه رضي الله عنها وأرضاها. وهذا أمر عظيم ينبغي على الرجال والنساء أن يفقهوه وأن يعملوا به. ما أحوج البيوت اليوم إلى أن تملأ بالمحبة والمودة.